أما أبرز أحداثنا الفلكية عن هذا الأسبوع، في عنا أحداث كثيرة بتسيطر على هالأسبوع على الأجواء الفلكية. الحدث الأهم والأول هو انتقال كوكب عطارد، الكوكب الحاكم لبرج العذراء، لينضم للشمس من بعد ما يلي بيقعد بانفراجات كثير كبيرة بانتظار مواليد العذراء يلي رح تستعيد سيطرتها على الأمور، وهي الأمر بخليهم يتحدوا الأقدار بدون خوف. الحدث الثاني هو المربع الفلكي يلي بيتشكل بين القمر من برج القوس والشمس وعطارد اللي صارت اوريدي ببرج العذراء، وهيك بتتحسن الاجواء تدريجيا عند مواليد الابراج الناريه الحمل الاسد والقوس، وبترتفع معنوياتهم وبيتميزوا بفعاليه ونشاط مميز وبينطلقوا لاستعاده موقعهم وتغيير ارائهم بحريه وجراه. الحدث الثالث هو وجود المثلث الفلكي الترابي بين القمر من برج الجدي والشمس من برج العذراء، وهيك بتتبدل ظروف مواليد الأبراج الترابية إلى الأفضل، وبينعموا بمواليد الثور العذراء والجدي بأجواء إيجابية على كافة الأصعدة والمستويات، وهيك بيتحمسوا لإدخال شيء جديد على حياتهم بغير لهم حياتهم الروتينية، بتتحلحل أمورهم بتتحلحل المسائل العالقة، وبيقدروا يقوموا بخطوات جريئة حاسمة لغربلة الأمور يلي ما عادت تخدم مصالحهم. كمان بتسيطر على بداية هيدا الأسبوع أجواء هوائية مائية نارية وترابية بأسبوع متنوع بأحداثه، ما يعني أنه كل الأبراج إن عندها يوم أو يومين من الحظ. السبت القمر بيكون بآخر درجات برج الميزان، بتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا. الأحد والتنين بيكون عندنا القمر ببرج العقرب المائي، ما يعني فترة دسمة وغنية فيها الكثير من الحظ والسفر والمشاريع الجديدة. بين الثلاثة والخميس القمر بيصير ببرج القوس الناري بشكل مربع فلكي مع الشمس من برج العذراء، وهيك بتستعيد مواليد الأبراج النارية حماستها وبتشارك بورشة عمل أو مفاوضات أو أبحاث مهمة. بينتقل القمر بعطلة الأسبوع لعند مواليد برج الجدي نهار الجمعة، وهيك بيكون عندنا مثلث فلكي ترابي بين القمر بالجدي والشمس بالعذراء، بتخلي مواليد الأبراج الترابية ثور العذراء والجدي ينعموا بأجواء وحظوظ رائعة بقدم لهم إياها الفلك، فرص مناسبة جدا حتى يحققوا إنجازات كتير كبيرة. تنقلات الكواكب رح تكون على الشكل التالي، عنا المشتري بعده عم يتنقل ببرج الجوزاء، وما يعني فترة حلوة استثنائية بتحمل مواليد الأبراج الهوائية إلى الأعلى، إلى منعطف جديد بحياتهم المهنية والشخصية وحتى المهنية. عنا أورانوس بالثور وبيحمل معه الفرص والتحديات لمواليد الثور، فما عليكم إلا تتأقلموا مع الحياة وإنه تتقبلوا بدون أي اعتراض. بلوتو رجع لعند مواليد الجدي، الشمس وعطارد بالعذراء، المريخ بالسرطان، والزهرة ببرج الميزان، وهيك بتعيش مواليد الأبراج النارية أو الهوائية فترة مليانة بالأمل. الفترة بتغير حياتهم وبتخير ليهم يحققوا يلي حلموا فيه، من سفر، من تغيير بشغلهم، من الانتقال إلى بيت جديد، أو ممكن يحققوا حلمهم ويتزوجوا. ألف مبروك لكل المواليد اللي رح تنعم بأجواء جيدة جداً. وأكيد ما بننسى المعايدة لمواليد هالأسبوع من برج العذراء يلي بانتظارهم سنة حلوة فيها أخبار سارة ووعدة وكثير من المفاجآت الحلوة يلي بتغيرهم وبتغير لهم حياتهم، بتخدم مصالحهم بكافة المجالات. أمورهم رح تتحرك بشكل جيد وبيحتفلوا بمستجدات كثيرة ومشاريع مهمة، وممكن يحققوا أحلامهم، يحصلوا على منصب أو ترقية أو عمل كانوا عم يحلموا فيه. كمان رح ياخدوا لمولود برج العذراء الحظ ابتداء من فصل الخريف لفرص ثمينة جدا بتحقق أرباح مالية طائلة، وبتكون عن طريق صفقة أو استثمار ناجح، وممكن يأسسوا عمل خاص لهم تحت تأثيرات الكواكب المجتمعة ببرجك يلي بتأثر عليك بشكل إيجابي، وبتكون عندك الكثير من الحظوظ والأحداث السعيدة خلال هالسنة، وممكن كمان يكون عندك انقلاب عاطفي وعائلي بحياتك للأفضل، وبيكون عندك فرصة للتغيير بشغلك أو أحداث عاطفية أو اجتماعية سعيدة كخطوبة أو زواج أو ولادة طفل بالعيلة. ألف مبروك لمولود العذراء يلي بيتفق بالشغل مع مواليد برج الثور ومواليد برج السرطان والعقرب. ألف مبروك وبالتوفيق يا رب شو ما كانت مشاريعك وأحلامك لهالسنة.